قبل عام وأمام السفارة الإيرانية في بئر حسن، سقط رئيس مصلحة الطلاب في حزب الانتماء اللبناني قتيلاً برصاص مسلحين بينما كان ينظم اعتصاماً رداً على تدخل إيران وحزب الله في سوريا. في ذكراه أصدقاؤه يسألون هل هكذا ذهبت قضيته هباءً؟ نحن منتأسف على دولة ما حمتنا أولاً تحت وثانياً ما أخذتنا بحقنا لحديث الآن، والقضية بعدها موجودة والنضال موجود والشجاعة كلها موجودة عنا، اللي عند هاشم بعدها موجودة عنا. لا تقرير طبياً في الملف الرسمي المرفوع إلى الأجهزة الأمنية والذي لم يتحرك بعد. تحقيق موجود بمخفر لوزاعي ولحد هلأ ما طلعوا، مش بس هني بحاجة للصور ليعرفوا مين القاتل، كذلك الأمر شهادات المسؤولين من قوى أمن وجيش لازم تكون موجودة، نحن ما حصلنا على شيء أبداً. أمام ناشطي حزب الانتماء رأى المستشار العام أحمد الأسعد أن عامل الخوف ما زال سائداً في المناطق الشيعية، منتقداً حزب الله الذي يشكل السلطة الحقيقية في لبنان فيما الدولة واجهة سخيفة كما وصفها. ما في ولا مسؤول بهالدولة اللبنانية جرب حقيقة يحرك ملف هاشم. حزب الله مشكلته مش مثل ما هو بيدعي مع التكفيريين، لا، هاشم الشيعي ابن الشيعي الحفيد الشيعي برهن انه حزب الله مشكلته مع كل انسان عنده رأي مختلف عن رأيه ان كان مسيحي او سني او شيعي. وتحدث الأسعد عن واقع تخاذل احبط احلام قوى سيادية اكان من داخلها أو من قبل دول خارجية كان يفترض أن تدعم تحقيقها.